ودايما بقول يا سيدنا النبي انت تاج الراس، يا روح الروح، يا عين القلب من جوه. وعمري ما هسيب الكلام والحب فيك يا سيدنا النبي. عاشت حياتي وحياة الطيبين مع روحك يا حبيبنا يا سيدنا النبي. بيقولوا الحياة جسر طويل، في مننا اللي بيكمل المشوار من غير ما يقول الآه. ساعات في أوقات الوجع في ناس بتقول آه، وفي ناس ممكن دموعها ما تنزلش رغم أهاط الألم ووجع الأيام. لما تستغيث ارفع إيدك وقول يا مغيث، ساعتها قول الآه وانت مطمن. أصل مفيش أحن من ربنا علينا، ودي الحقيقة. ساعة ما ترفع إيدك يملالك الكفين بالحب والسعادة والخير، وساعة ما تفكر إنك شاطر اعرف إنك بليد وما فهمتش الحقيقة كويس ولا عرفت الحياة. يا ابني انت عايش بكرمه وبرحمته وعفوه، اوعاك يا غالي في اي ليلة من الليالي تنسى ان مفيش احن منه. واوعى تندم في يوم من الايام انك عشرت او مشيت مع الانداب. اصل انت طول ما انت عايش الحياة عمرها ما بتخلى من الأندال. زماننا يمكن يكون الأندال زادوا، بس عايز أقول لك خليك طيب، تدوم عليك النعمة وتدوس على الأندال وتعيش حياتك عالي العال. إحنا في الحياة عايشين ماشيين في جسر طويل. الجسر ده هتقابل فيه ناس كتير، هتقابل الطيب وهتقابل اللي مش طيب، وهتقابل المؤدب وهتقابل قليل الأدب. بس نصيحتي ليك ونصيحتي لنفسي، نفضل طيبين، نفضل طيبين عشان خاطر رب العالمين. وخلي مدرستك مدرسة سيدنا النبي، اللي كان ناس كتير أهانوه وأذوه وأوجعوه واتهم في عرضه سيدنا النبي، واتهم في أهله. وبالرغم من ذلك علمنا مدرسة اسمها مدرسة العفو. يمكن يكون العفو صعب، ويمكن يكون إن أنت تسامح ده أصعب، فخلينا ماشيين لغاية ما نقابل رب كريم. بس يا رب نقابله واحنا طيبين. مساء جميل على حضراتكم. يا رب يملى حياتنا حب، ويملى حياتنا سعادة. أصل الحياة من غير حب وسعادة وطيبة تبقى حياة ملهاش أي عازة، تبقى حياة كئيبة ومريرة. عشان كده اعمل الطيب وارميه البحر زي ما بيقولوا، هتلاقيه والله.
لو عملت أصغر طيب في الدنيا هتلاقيه، مفيش حاجة عند ربنا ببلاش، كل حاجة عند ربنا بالميزان. أنطلق معاكم في أول فقرات البرنامج بتاعنا النهاردة. قانون التصالح اتمد لآخر العام، وأنا والله برضو يعني عشان الناس ما تزعلش وعشان ده الصح لازم نبقى دايما مع الناس، لأن انت من غير الناس مالكش عازة. أنا هطبل للحكومة يبقى أنا راجل، لا مش هطبل، أنا عاوز أقول في ناس غصب عنها مش قادرة، وفي ناس ظروفها، وفي الكورونا برضو لسه مأثرة شوية على الناس وعلى المحلات وعلى الشغل وعلى التصدير والركود المالي والركود في بعض الأعمال، كل ده مأثر. المهم إن الحكومة مشكورة برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مدوا التصالح في المباني لآخر العام. يا رب يعين الناس، ويا رب يوسع عليهم ويقدروا يوصلوا لأي حاجة حلوة في حياتهم، وربنا يحفظ عليهم بيوتهم ويحفظ عليهم حياتهم ويديم عليهم الستر. بس بقى في حاجة حصلت مهمة جدا، ودي عجباني ومهمة جدا جدا جدا. الحكومة أصدرت اشتراطات للمباني، البناء. ياريت يكون معانا بقى المستشار محمود فتحي. طيب القانون الجديد بتاع الاشتراطات ده لما هتقرأه هتجد ان هو بيحمي الدولة حماية تامة من اي عشوائيات. كل حاجة بالميزان، كل حاجة بالمقياس. ياريت نحاول تاني مع المستشار محمود فتحي يا جماعة. فإن انت تقضي على العشوائيات، خلي بالك دي حاجة مهمة جدا. ليه بقى؟ لما ما يكونش فيه في حياتنا عشوائيات، مش هتلاقي مثلا شاب واقف على ناصية بيشرب مخدرات. ليه؟ أصل العشوائيات دي يا جماعة سامحوني يعني في اللي أنا هقوله، فيها زقاق وحارات، وكل واحد مش سايب للتاني متر، حتى تلاقي الناس بتسلم على بعض من البلكونات، عشوائيات. وتلاقي الناس من دقيقتها سايبة بيوتها وقاعدة قدام البيت. ليه؟ أصل كل واحد بنى لنفسه مترين في مترين، ولم عياله وعملوا حمام مشترك. كل دي عشوائيات. تلاقي ضغوط المجاري مش مظبوطة، مفيش مجاري. تلاقي المية برضو مش مظبوطة، تلاقي الكهرباء مش مظبوطة. ليه؟ حياتهم كلها ملعبكة. فالنهاردة الدولة مشكورة بتسعى وسعت، وخلي بالك من النقطة دي مهمة جدا، سعت وبتسعى في عمل مجتمعات عمرانية محترمة. يمكن شفنا ده في كتير من المواقع، وشفنا المدن الجديدة فيها أماكن مميزة جدا للسكن الاجتماعي، وده خلي بالك بيؤثر على حياة الإنسان. يطلع ابنك يشم هوا نظيف، ما يلاقيش ناس قاعدة في الشارع، أنا آسف يعني، ما يلاقيش واحد بيسلم على التاني من البلكونة، كاشفين بعض. ما هو ده اللي بيعمل ايه بقى؟ بيخلي الدنيا مش مظبوطة، ويخلي اخلاقنا ضيقة، ويخلي العيشة مش كويسة. لكن لما يبقى فيه نوع من انواع الترتيب في الحياة، هتقول لي ما انا على قدي، هقول لك ماشي. طب ما هي الدولة بتساعد برضه، اهي بتحاول تجدد لك، بتغير العشوائيات. وخلي بالكم في منظومة وخطة جدية وخطة مرتبة جدا وخطة حقيقية في تغيير مجتمعاتنا العشوائية كلها. إن شاء الله بإذن الله ربنا يكرمنا
في القريب العاجل يبقى عندنا بإذن الله سبحانه وتعالى مفيش عشوائيات خالص، وده اللي الدولة بتسعى ليه، وده اللي احنا بنسعى ليه، عشان ولادنا يطلعوا مبسوطين شوية، يلاقوا يعني شوية هوا نضاف، يلاقوا أرض خضرة يلعبوا فيها كورة أو يلعبوا فيها رياضة. المهم لغاية ما نتواصل مع المستشار محمود فتحي يا جماعة في موضوع التصالح. طيب عندنا بقى في نقطة مهمة جدا برضو، موضوع الغرفة السياحية. الموضوع ده انتشر على النت إعلانات كتير قوي، خلي بالكم معايا، في ناس كتير جدا. يا ريت نتواصل مع الأستاذ أحمد حلاوة. طيب في إعلانات على النت يقول لك عمرة بمبلغ كذا، ناس عمالة تعمل إعلانات عمرة والناس تروح تدفع فلوس ويتنصب عليهم. النهاردة الغرفة السياحية أصدرت بيان رسمي موثق وقالت إنه حتى الآن ما تمش الاتفاق على ضوابط العمرة، بالرغم من إن الدولة واقفة جدية مع شركات السياحة في موضوع العمرة، نظرا للخسارة اللي حصلت السنة اللي فاتت بسبب كورونا. ناس قاست وعانت السنة اللي فاتت، ربنا يستر علينا من اللي جاي. يمكن لسه هنتكلم عن المستشار نادر سعد في موضوع الكورونا ده، لانه برضو للأسف لسه مستمرة معانا العالم كله. الأستاذ أحمد حلاوة، ألو يا أحمد بيه. ازاي حضرتك يا فندم؟ ازاي حضرتك؟ منورنا والله في البرنامج. ده نورك ان شاء الله. حضرتك بما ان حضرتك مسؤول وفي الغرفة السياحية، اتحاد الغرف ربنا يبارك في حضرتك يا رب. انتشر على النت وانتشر في بعض الميديا اعلانات وهمية. يمكن انا قريت النهاردة ان انتوا اصدرتوا بيان بان كل دي اعلانات وهمية، فالناس تاخد بالها، لسه لم يتم الاتفاق على الضوابط. يا ريت حضرتك تكلمني في النقطه دي. خلينا متفقين ان احنا عشان ننظم رحلات العمره والحج بتكون طبعا تحت وزاره السياحه، تمام، تحت القرارات اللي بتصدرها قرارات وزاره السياحه بناء على قرار رئيس الوزراء، تمام. فغير كده ما نقدرش ننظم رحلات العمره، او خارج عن كده بتبقى رحلات غير قانونيه او غير خاضعه لقوانين وزاره السياحه. يعني انا كشركه عشان اشتغل وانظم عمره لازم بخطر وببقى خاضع للقرارات اللي بتصدرها الوزاره. بالاتفاق مع السفاره طبعا. بالظبط. تحت القرارات دي انا ما اقدرش اتحرك غير من خلالها. طيب يعني انت حضرتك بتتفق معايا ان كل الاعلانات الموجوده دي اعلانات وهميه. الوزارة حضرتك ما انشأتش او ما اصدرتش القرارات او التنظيم اللي احنا بنمشي بيه كل سنة. اخر اصدار كان بالنسبة لنا في 2019. لسه الاصدار الجديد لسه ما انشأش. نقدر نحدد استاذ احمد، نقدر نحدد الخسارة للسوق المصري السنة اللي فاتت في الحج والعمرة؟ في الحج والعمرة ما نقدرش نحصرها بالظبط، بس احنا نقدر نقول في السياحة بشكل عام يعني هي الخسائر يعني مهولة. وطبعا دي شفناها في العالم كله يعني. أثرت على 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 سوق السياحة الدينية عندنا في مصر. طبعا طبعا. توقف كامل. هل في بعض الشركات مثلا سرحت العمالة بقى والدنيا باظت عندهم ولا؟ في يعني في شركات طبعا بتحاول تحافظ على العمالة عندها. وفي شركات ما قدرتش ان هي تكمل، والوزاره كانت بتحاول تدعم الشركات ان هي تكمل وتدعم صندوق الازمات. طيب وانت معانا كده يا ريت تدينا البشرى، امتى هيبدا موسم الحج والعمره؟ اصل الناس اشتاقت للبيت. هانت والله. احنا كلنا مشتاقين وكلنا نفسنا وكلنا اتحرمنا السنه دي من العمره ومن زياره حرمين من الحج طبعا. تتوقع حضرتك امتى ان شاء الله الشوق ده او التشويق ده لينا يدفعنا ان احنا نحجز حاجه
مش قانونيه او حاجات مش رسميه اقدر اعملها عشان اطلع بيها الموقع. طب نتوقع امتى الموسم يبدا ان شاء الله؟ احنا يمكن في خلال الشهرين الجايين يمكن تصدر تكون القرارات الوزراء نزلت. لكن احنا متوقفين على قرارات وزارتنا احنا ولا على قرارات وزاره الحج؟ خلينا برضو واضحين برضو ان السعوديه ما اشتغلتش بشكل كامل. يعني لسه ما حدش اشتغل بشكل كامل، لا لا، ولا بشكل طبيعي. ما بتستقبلش افواج لسه؟ لا لا، في استقبال افواج بس مش بطريقه منتظمه اللي هي المعتاده اللي احنا بنشتغل فيها كموسم. يا دوبك لسه. معلش وضح لي يا احمد بيه، وضح لي الحته دي. يعني 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 الناس اللي بتعمل اعلانات دي كده وهميه ولا ايه عشان ابقى فاهم بس؟ ما انا بقول لحضرتك بالنسبه للنادي بيعمل اعلان عمره حاليا. ده مش مظبوط، ده كلام مش مظبوط. السعوديه فتحت حاجه اسمها الوكيل الافتراضي، وده كان يعني تاشيرات بتتفتح اونلاين، بس انا كدوله مصريه لازم ارجع برضو للوزاره. وكان عندنا احنا كان برضو مواكبه للاونلاين اللي فتحته السعوديه، احنا عاملين منصه الكترونيه او بوابه العمره. تم انشائها بالفعل الموسم اللي فات. ومن خلال المنصه بقدر برضو اواكب فيها المنصه اللي هي موجوده في السعوديه. بس انت بتقول ده تاشيرات مالهاش علاقه بالعمره كده. مش ملهاش علاقه. امال ايه؟ ليها علاقه طبعا بالعمره، بس غير خاضعه لوزاره السياحه، للقانون اللي بتنظمه وزاره السياحه. يعني دي برضه كل حاجه فيها ثغرات. بالظبط. طيب يعني احنا ان شاء الله مع حضرتك كده نبشر الناس ان شاء الله خلال شهر مثلا ولا شهرين؟ في خلال الشهر، يعني في خلال الشهر الاخير. مش هم الطبيعي بياخدوا القرارات دي مع معاكم في اتحاد الغرف؟ يعني لو استقرت الاوضاع ومفيش اي. طب انتوا عندكم في اتحاد الغرف انتوا ناويين امتى؟ او اتخذتوا القرار مع مجلس الوزراء امتى؟ ويعني التعليمات جايه لكم ازاي؟ او انتوا هتتعاونوا ازاي؟ او امتى؟ جاري العمل بالفعل، جاري العمل بالفعل على القرارات والاصدارات لمنشورات وزاره السياحه. بس هتبقى برضه بنسب ولا هتبقى الدنيا مفتوحه شويه؟ والله هو الوضع اللي بيفرض علينا طبيعه التعامل معاه، مش يعني حضرتك عايش الظروف اللي بنعيشها، فبناء على الظروف اليوميه والاستقراريه كده بالنسبه طبعا لجائحه كورونا. ربنا يزيل الغمه، ربنا يزيل الغمه ان شاء الله يا رب. واحنا سعداء بحضرتك يعني، وسعداء ان انت دخلت معانا في البرنامج، ومشكرين لحضرتك يا احمد بيه. وان شاء الله يعني نجيبك واحنا بقى والناس بقى بتعتمر كده وتقول لنا الاخبار الحلوه دي ان شاء الله. ربنا يجمعنا جميعا. متشكرين لحضرتك. كان معانا الاستاذ احمد حلاوه من اتحاد الغرف السياحيه. عشان بس الناس تنتبه، خلي بالكم من النقطه دي، انا حبيت اجيبه ليه؟ لان احنا النهارده في اعلانات موجوده بتقول في عمره والعمره بكذا ورحلات عمره مش عارف ايه. الناس تاخد بالها، ما هو في ناس مشتاقة، كلنا مشتاقين، كلنا عايزين نروح نعتمر، كلنا عايزين نروح نزور ونذهب إلى مقام سيدنا النبي ونروح نعتمر وناخد الثواب ومشتاقين، وعشان السنة اللي فاتت ما كانش فيه أي حاجة والدنيا كانت مقفولة. خدوا بالكم يا جماعة من الحتة دي عشان ما حدش ينصب عليكم. لسه ما فيش حاجة رسمية، ما حدش يقول لك هات فلوس وفي برنامج وهتسافر، مش كل ده للاسف، نصب. فاحنا يعني حبينا نوضح لحضراتكم الجزئيه دي. تواصلنا مع الاستاذ المستشار محمود فتحي ولا لسه يا جماعه؟ طيب عموما عندنا برضو موضوع تاني مهم جدا. المستشار نادر سعد النهارده يعني قال بشرى وقال حاجات برضو تخوفات رهيبة. هو قال ان في المستشار نادر سعد ده مستشار رئيس مجلس الوزراء، النهاردة في بيان رسمي من مجلس الوزراء قال ان في 20 مليون لقاح كورونا هيتم طرحهم من الدولة مجانا. الدولة هتطرح 20
مليون لقاح لكورونا مجانا حسب الاحتياجات. طيب هل في يا سيادة المستشار كميات أخرى بأسعار؟ قال لك ممكن، قال لك من المحتمل إن يبقى في أسعار معينة لهذا اللقاح بعيدا عن العشرين مليون اللي هم مجانا هيتم طرحهم في السوق، والدولة هتشيل جزء من قيمة هذا اللقاح نظرا للظروف العالمية. يعني أصل اللقاح غالي يا جماعة، لقاح كورونا اللي هو هيتم تداوله إن شاء الله قريبا بإذن الله، اللقاح غالي، ففي ناس هتبقى عندها المقدرة وناس مش هتبقى عندها المقدرة. فاللي هيحصل إيه؟ اللي هيحصل إن الدولة هتشيل عبء جزء معين من أعباء الدولة في الجزئية دي. ليه؟ عشان برضو الظروف اللي بتعيشها العالم كله. العالم كله يا جماعة ناخد بالنا، في جائحة كورونا قريبة، تاني جائحة ثانية ربنا يسترها علينا. اللي بيحصل الأعداد بتزيد، النهاردة فوق الربعمية، عدينا كسرنا الربعمية، الأعداد بتتوالى وبتتصاعد. يبقى ناخد بالنا، ناخد بالنا كويس جدا. مع احترام لحضراتكم، مش شرط عشان كورونا تبقى نظيف، لا، انت خليك نظيف، خليك في تعاملاتك نظيف، دايما تغسل ايدك، دايما تتعامل مع الناس بشياكة، ابتعد عن الحاجات اللي هي الملوثات. مش شرط تبقى غني عشان تبقى نظيف، لا، الصابونة بنص جنيه، بجنيه هتخليك تغسل ايدك تبقى زي الفل، زيك زي الغني اللي جايب بتاع ده الكحول والمطهرات، زيك زيه، الصابونه دي هتغنيك ما تقلقش، هتشيل كل الفيروسات باذن الله سبحانه وتعالى. فانت خد بالك من نفسك، او خدي بالك من نفسك، وخدوا بالكم من اولادكم، ربنا يحفظكم يا جماعه. الروح دي الروح دي امانه ربنا سبحانه وتعالى اعطانا اياها، لازم ناخد بالنا من نفسينا، ناخد بالنا من حياتنا، واخد بال حضرتك؟ فالنظافه دي من الايمان. لكن ان انت بقى تتعامل بقى يقول لك ايه، يعني انا بقابل ناس، والله يا رب سامحني، بقابل ناس لغايه النهارده والله، ومتعلمين ومعاهم شهادات عليا، تقول له يا عم خد بالك، يقول لك خليها على الله. يا ابني يا حبيبي يا غالي، هي خليها على الله دي معناها ايه؟ ده هو ربنا اللي بيقول لك خذوا حذركم، ربنا بيقول لك خد حذرك، خليك حذر، ربنا اللي بيقول لك خليك حذر. طب هتقول لي اصل لا يغني ايه عن قدر، ماشي، ما هو القدر دون للاسف انت لست مسير فيه، في كل الامور انت مخير فيه. النهارده انت هو ادالك صابونه، ها، تغسل ايدك تبقى نظيف، قال لك تتطهر، تتوضى، تستحم، الحاجات العادية يا جماعة، نبقى نضاف. ايه المشكلة ان احنا نحافظ على نظافتنا ونظافة بيوتنا ونظافة مكاننا؟ النظافة دي ده الاصل فينا، ان احنا نبقى نضاف. مش شرط عشان كورونا، ولا عشان كورونا بتنتقل عن طريق الاسطح المعدنية او الاسطح الظاهرة، لا مش كده خالص، خليك نظيف. انا بقول لك خليك نظيف، عيش باحترام بين الناس، ما تبقاش كده هوجائي وتاخد الامور ببساطه ويا عم ما خلاها، ما هي على الله يا حبيبي، يا حبيبي ده انت عشان تخلي الكلمه بقى الصحيحه اللي انت لازم تفهمها او اللي انت لازم تعرفها، لما تقول خليها على الله، طب ده ربنا اللي بيقول لك اعمل كذا. لو انت بقى بجد فهمت الجمله خليها على الله، يا عم ده كورونا دي ده هجايس، لا يا حبيبي مش هجايس، كورونا دي حقيقية، كورونا دي مرض موجود بالفعل، فيروس موجود ومنتشر وبيتصاعد، والنسب بتتصاعد والنسب بتتزايد، وفي ناس ماتت. ربنا يحفظنا ويرحمنا ويحفظ أولادنا وينجينا من أي سوء. فأنت خليك نظيف، وبقول لك تاني خليها على الله، يبقى تمشي زي ما ربنا قال لك، مش خليها على الله ويا عم مش فارقه، ما تغسلش ايدك عادي بقى، سلم على اي حد مش فارقه، لغوصه بقى كده، عارف انت، وتعيش حياتك كده بايه،
بشيء من اللامبالاه. في ناس كده ومتعلمين والله ومعاهم شهادات عليا تتعجب، يقول لك يا عم كبر دماغك، تقول له يا عم طب الكمامه عشان الزحمه، يقول لك يا عم انت بتصدق؟ هو احنا هنفضل في الكلام والهري ده لغايه امتى؟ يعني هنفضل لغايه امتى نقول يا جماعه خدوا بالكم من نفسيكم، يا جماعه اصل انت لما بتحافظ على نفسك بتحافظ عليا، وانا لما بحافظ على نفسي بحافظ عليك، فانت لو هتمشيها كده بقى وايه والدنيا زي ما بيقولوا بزراميط وعدم اهتمام وعدم مراعاه، خدوا بالكم، احذروا يا جماعه، خليكم حذرين، الموضوع مهم جدا، الارقام بتتصاعد، واحنا دخلنا في موسم الشتاء والدنيا داخله في تصاعد ارقام، ناخد بالنا من نفسينا. احنا الحمد لله الحمد لله الحمد لله بالنسبه لمقياس الدول، بعض الدول زي الدول الاوروبيه فرنسا او ايطاليا او الدول اللاتينيه او امريكا، احنا يعتبر في نعمه عظيمه. هتقول لي ايه؟ هتقول لي ده بفضل مين؟ هقول لك بفضل ربنا. لكن انت النهارده عندك ناس ما عندهاش وعي، عندك ناس مش فارق معاها خالص، الدنيا هيصة. فناخد بالنا كويس من حياتنا عشان الجائحة قادمة، ناخد بالنا نحافظ على ولادنا، الأب والأم اللي بيودوا ولادهم المدرسة ياخدوا بالهم، الولد يروح بالكمامة، الولد تحافظوا الولد أو البنت، نحافظ يا جماعة على أولادنا، أولادنا دول روحنا، أولادنا هم روحنا، فناخد بالنا منهم. الواحد ما بيستحملش اذا كنت انت بيجي لك شويه صداع ولا شويه تعب بتتالم، ما بالك بقى الطفل الصغير ولا البنت الصغيره. لازم ناخد بالنا من الحاجات دي، ناخد بالنا كويس جدا. هنروح نودي ولادنا المدرسه زي ما الدنيا ماشيه. وبرده بالمناسبه وزير التعليم بيقول ما فيش توقف للدراسه ان شاء الله باذن الله، الدنيا كويسه والدنيا ماشيه. طب الدنيا ماشيه والدنيا كويسه يبقى نعمل ايه؟ ناخد بالنا، ننضبط. طيب ننتقل بقى لموضوع تاني برضو، موضوع مهم جدا، وللأسف يعني يا ريت نتواصل مع الأستاذ حسام الحاج. طيب ايه بقى الموضوع التالت؟ الأهلي كسب، يعني ده الطبيعي يا جماعة، الأهلي بيكسب، يعني ايه المشكلة؟ وحرام علينا ان احنا نكسب، ده احنا طول حياتنا بنكسب، طول حياتنا فرحانين الحمد لله رب العالمين، الاهلي هو اللي مفرحنا. طيب انا بقى التعصب في ايه؟ ان انا ما اقلش ادبي على الكيان التاني، ان انا احترم الكيان التاني. انا بقول لكم بصراحه في ماتش النهائي بتاع افريقيا اللي كلنا شفناه، الزمالك لعب والاهلي كسب. يا حسام بيه، معلم الشهر، معلم الشعب، ازيك؟ اهلا بيك واهلا بكل مشاهدينك الكرام. منورنا. ده نورك يا فندم، الله يخليك. انا لسه بقول لهم يا جماعه الاهلي كسب، ده الطبيعي بنكسب يعني. بس ده مش تعصب، ولكن انا بقول مراعاه شعور الكيان الثاني. الحقيقه هي معروفه كره القدم، معلم الشعب، مكسب وخساره، ولابد ان يكون فائز في النهايه. كانت مباراة جميلة، الزمالك أدى فيها وعمل ماتش كويس، لكن في النهاية كانت الغلبة للنادي الأهلي وحقق اللقب، وده ما يقللش خالص من نادي الزمالك، وكانت المنافسة شريفة بينهم، والجمهور كله اتمتع بماتش جميل، كان فيه روح رياضية والجمهور كله اتبسط، والحمد لله إنها عدت على خير يعني. الحمد لله. طب هو أنت شايف إن حل مجلس إدارة الزمالك ده مش هيؤثر على النادي؟ مع العلم طبعا احنا بنتكلم عن كيان، والكيان لا يرتبط باشخاص. حقيقة انا عايز اقول لك بس يا معلم مستشار، في البدايه يعني معروف يعني كيانات الزمالك مش فريق الكرة بس، لا ده منظومه كبيره من اداره ومجلس اداره وجمهور ولاعيبه. القرار اللي اتخذته وزاره الشباب والرياضه بعد فحص اللجان لنادي الزمالك وثبوت وجود مخالفات، هو انا بعتبره في البدايه قانوني، يعني قرار قوي وقرار عنيف وجريء في هذا التوقيت.
خصوصا في الظروف اللي احنا بنعيشها في الوقت اللي احنا فيه. لكن بالطبع فريق الكرة لازم يتأثر بالأجواء اللي حصلت دي. بس اللجنة اللي تم تشكيلها من وزارة الشباب والرياضة برئاسة المستشار أحمد بكري ولجنة الحكماء بقيادة الدكتور كمال درويش ودكتور محمد عامر وفهمي النهارده كان الدكتور كمال درويش بيناشد ممدوح عباس بيقول له يا ريت تساعدنا ان انت تفرج عن الأرصدة بتاعت نادي الزمالك. بالطبع يعني وبرضه ان الناس المسؤولة عن ملف الكورة الكابتن ايمن يونس والكابتن عبد الحليم علي والكابتن اشرف قاسم كل دول قيادات وكوادر وبيحبوا النادي برضه يعني ده بيعشقوا الكيان. طبعا طبعا يعني وليهم تاريخ مع النادي. طيب انا مش عاوز برضه مش عاوز يعني خلينا ننتقل بقى لجزئيه اهم شويه. هل تتوقع معايا ان ماتش الاهلي والاتحاد يتعد؟ ده صعب جدا طبعا. يعني اصل الاتحاد النهارده عن... اعترض على الحكم رسمي، اعترض رسميا. تحية لنادي الاتحاد ورئيس الدكتور محمد مصافي قدموا مذكره الى الاتحاد المصري لكره القدم بيطالبوا فيه بالعداله التحكيميه وبيشكوا فيه من الظلم. لكن الصعب من المباراه تعاد لان الكره اللي بيشكو منها الاتحاد الاسكندريه ضربه الجزاء اللي لجأ فيها الحكم محمد معروف الى تقنيه الفار واثبتت تقنيه الفار عدم وجود ركله جزاء. الضربه الركنيه اللي جاء منها جول كانت واضحه جدا انها ضربه ركنيه على نادي الاتحاد الاسكندري اللي احرز منها قفشه هدف الفوز. لكن من كل ما نقدرش يعني كل يعني نقدر نقول لكل واحد من حقه ان هو يعترض ومن حقه ان هو يسلم دلوقتي القانونيه. دلوقتي دلوقتي يا حسام بيه يقول لك ما تقفش. طبعا دي دعابه من الجماهير على محمد مجدي قفشه. والحقيقه هو لاعب مميز يعني ولاعب قوي واضافه كبيره للنادي الاهلي وتطور مستواه جدا في الفتره الاخيره يعني. ايوه صح. حط هدف الفوز في ماتش الزمالك وبرضه نفس النظام حط هدف الفوز في ماتش الكاس فدخل قلوب جماهير الاهلي من اوسع ابوابها. حق الجماهير تحفل على بعض. طيب عاوزين بقى تفرح وتتبسط بس من غير غلط ومن غير شتيمه. ايوه الله يكرمك، من غير غلط ومن غير شتيمه عشان ايه؟ ده في صداقات ناس خسروا بعض اليومين اللي فاتوا دول بسبب الماتش، خسروا بعض فعلا. دي ظاهره سيئه يعني وتعصب اعمى. المفروض ان هو ينتهي من ملاعب. هو برضه خلي بالك برضه يا حسام بيه هم من حقهم يفرحوا يعني. انا برضه انا مش بس مش على حسابنا معلش. طبعا من حق الجمهور يفرح بفريقه ويفرح بمكسب زي ما قلت لك يعني، بس بدون من انت تغلط في صاحبك او تخسر في او تخسر صاحبك او تاذي مشاعره، لان في النهايه دي كوره. افرح واتبسط بفريقك واتبسط بالفوز واعمل اللي انت عايزه لكن دون ان تجرح في شخص زميلك او انت تخسر حد قريب منك لمجرد ان هو مثلا مختلف معاك في الانتماء او بيشجع نادي اخر. طيب انا قبل ما انهي معاك المكالمه الجميله دي عايز اعرف احمد الشيخ مضى للزمالك؟ معلوماتي هو كان في مصادر طالعه من نادي الزمالك كان ايمن يونس صرح ان هو ما مضاش مع احمد الشيخ، لكن المعلومه دي خدها مني انا. احمد الشيخ دخل نادي الزمالك وقعد مع الكابتن ايمن يونس وقعد قعده كبيره واختلفوا على المقابل المادي والقعده لم تسمع على شيء، لكن المفاوضات ما زالت جاريه والقعد بات قريبا جدا من الانتقال لنادي الزمالك. تمام. يعني ولا احمد الشيخ ولا صالح جمعه؟ صالح جمعه ما اعتقدش ان الزمالك ممكن يفكر فيه لان بعد تغيير مجلس الاداره والمشرفين على ملف الكوره خريطه صفقات نادي الزمالك هتتغير يعني، ما مش هيبقى الموضوع مكايده في النادي الاهلي لان صالح جمعه معروف عنه عدم التزامه في الملعب واستهتاره. نادي الزمالك ما اعتقدش ان هو بيقبل بلاعب مستهتر او ان هو ما يبقاش ملتزم، فمن الصعب انتقال صالح جمعه لانه ممكن يحترف بره في الخليج يعني. انا سعيد بالمكالمه الجميله دي اللي يعني دايما بنحب نداعب الجماهير كده بالرياضه الجميله. متشكر جدا الاستاذ حسام الحاج النقد الرياضي باليوم السابع، متشكر حضرتك يا استاذ حسام. طيب يا ريت بقى يا جماعه نجيب المشكله بتاعت سوهاج بسرعه.
المشكلة بتاعت سوهاج. نشوف مع بعض كده يا جماعة. كلمونا الأستاذ فتحي اللي هو تواصل معنا في البرنامج. طيب في تواصل معانا الأستاذ فتحي ماضي من قرية الخزندرية شرق مركز سوهاج في طهطا محافظة سوهاج. العبارة دي يا جماعة بيقولوا ان في 30,000 نسمة بيعدوا عليها يوميا. تواصلنا مع الأستاذ فتحي ولا لسه يا جماعة؟ طب معلش حاولوا معاه تاني بسرعة كده الله يكرم. طيب الأستاذ فتحي تواصل معايا تليفونيا وبعت لي الفيديو دون. سيادة الرئيس مشكورا، كان في بيان بصراحة يعني حاسم من الحكومة بفضل ربنا سبحانه وتعالى، لأن العبارة دي الأستاذ فتحي ماضي من قرية الخزندرية قال لي إن هم تم السنة اللي فاتت في ناس غرقت وأنقذوهم، والسنة اللي قبلها ناس غرقت وأنقذوهم بسبب العبارة دي، وبتحصل مشاكل رهيبة، الناس ملهاش مخرج ولا مدخل للقرية دي غير من خلال العبارة دي. طب احنا النهاردة بنحافظ على أرواح الناس. سيادة الرئيس مشكورا. ألو أستاذ فتحي. يا فندم معاك. يا أستاذ فتحي بتكلم أنا على الفيديو اللي حضرتك بعتهولي، وأنا ألمني وإن شاء الله أبشرك يعني على الهوا كده بإذن الله إن يتم عمل كوبري بإذن الله، يعني بإذن الله في أسرع وقت، لأن دي تعليمات سيادة الرئيس. سيادة الرئيس فعلا مكلف الحكومة بإنشاء كوبري بدل كل معدية. تمام. يعني مجرد سيادة الرئيس ما استغلتها برئاسة الجمهورية على طول. كلف الحكومة بإنشاء كوبري بدل كل معدية. طيب أنا بطلب منكم تعملوا لنا، بطلب من طبعا معلش هقطعك دقيقة، بطلب من حضراتكم تعملوا لنا شكوى محترمة وتبلغوا بيها 16528. وانا هتابع الشكوى دي. وانا هتابعها. فندم بلغنا جميع الجهات المسؤولة يا فندم والله. قرية الخزندرية صح كده؟ قرية الخزندرية. مركز طهطا محافظة سوهاج. قرية الخزندرية شرق طهطا. مركز طهطا محافظة سوهاج. مركز طهطا. طيب انتوا في كباري قريبة منكم يا استاذ فتحي؟ هو ساعتك في كوبري ضمة بس يبعد حوالي 15 كيلو. طب وفين اعضاء مجلس الشعب وفين مجلس المدينه وفين والله الدنيا دي؟ سعادتك النائب مصطفى سالم تقدم مطالب للدكتور هاله السعيد قبل كده من سنتين. طب والدكتور هاله السعيد مالها ومال القصه دي؟ ما وزير التخطيط يا فندم. هي دي مش تخضع مش دي تخضع لل مش تخضع لوزاره الاداره المحليه؟ لا يا فندم، وزاره التخطيط بعد ما درست الموضوع وافقت عليه، بعثت الوزير النقل لعمل دراسه لانشاء الكوبري والتكلفه كام. طيب في اي حاجه، في اي حد غرق والعياذ بالله ولا حاجه ولا؟ نعم يا فندم. في حد غرق والعياذ بالله عندكم؟ سعادتك من حوالي سنتين كده الباب العبارة طبعا الباب محمل ناس، وقع الباب في البحر. لا الحمد لله يعني انتشلنا طلبة المدارس، كانت العبارة مليانة طلبة مدارس. لا إله إلا الله. سطرت يعني؟ سطرت. نعم. السطرت اللي هي طبعا أنقذنا الأطفال الحمد لله من البحر. ألف حمد وشكر لك يا رب. ألف حمد وشكر لك. في مشكلة كتير، العربية تنزل تيجي تنزل من ناحية تنزل في المية في البحر أكثر من عربية. طيب أنا يعني أنا رسالتك وصلت ورسالة قرية وصلت، وأنا متشكر جدا يا أستاذ فتحي، وإن شاء الله أوعدك على الهوا بإذن الله، وأنا واثق من الكلام اللي بقوله بإذن الله إن شاء الله قريبا جدا يتم عمل كوبري للقرية حفاظا على الأرواح، ودي تعليمات سيادة الرئيس للحكومة في كل الاتجاهات، الدولة مع المواطنين بإذن الله. كنت معاكم في برنامج ضد الفوضى، يا رب أكون وصلت رسالة، يا رب أكون مقبول بإذن الله سبحانه وتعالى، يا رب ننفع الناس، يا رب نوصل للناس، يا رب نوصل للحقيقة، يا رب نساعد بلدنا، يا رب نشوف بلدنا في أحسن حال. وصلي وسلم على سيدنا النبي حبيب قلبي وروحي وعقلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.